دايان فوسي عالمة أمريكية عاشت طفولة مأساوية افتقرت فيها للحب والعطف، فاتجهت للحيوانات وعشقت الغوريلات وقتلت في ظروف غامضة بسببها. عانت ديان في طفولتها كثيراً على يد والدتها وزوج والدتها. أثرت المعاملة القاسية بطريقة سوداوية على حياة ديان كثيراً، فأحاطت نفسها بالحيوانات الأليفة علها تحظى ببعض الحب. وعندما أنهت دراستها الثانوية قررت التخصص في الطب البيطري، ووقتها دخلت في صراع مع زوج والدتها بسبب رفضه، وتطور الأمر إلى تهديده لها بعدم الإنفاق عليها إذا خالفتها، ولكنها في النهاية ضربت بكلامه عرض الحائط ومضت في طريقها، وأخذت تعمل في عدة وظائف مختلفة لتسديد مصاريف الدراسة. وبعد اجتيازها للمرحلة الجامعية استدانت أموالاً وسافرت إلى دولة رواندا لتكتشف عن قرب حياة الحيوانات وتعيش معهم المغامرات. وهناك أسرتها الغوريلات الجبلية وشغفت بها، فقررت عزل نفسها في عالمهم للحفاظ على حياتهم المهددة بالانقراض، وأنشأت مركزاً للأبحاث لدراستهم بعمق على أرض رواندا. أتقنت ديان لغة الغوريلات سريعاً واكتسبت ثقتهم بتقليدها لأصواتهم وعاداتهم، وكانت ترتدي الأقنعة المرعبة وتطارد الصيادين لتخويفهم وإبعادهم عن غوريلاتها، كما كانت تتسبب في دخول الكثير منهم إلى السجن. وعلى مدار 18 عاماً سخرت ديان حياتها بالكامل لإنقاذ الغوريلات، وحصلت على الدكتوراه في دراسة سلوكهم، بل وساهمت أبحاثها في تغيير نظرة العالم لهم واكتشاف الكثير عنهم. وأثناء مسيرتها ألفت الخبيرة الأمريكية عدة كتب في مجال علم الحيوان، كان أهمها كتاب بعنوان Gorillas in the Mist، والذي تحول فيما بعد لفيلم سينمائي بنفس الاسم. وفي عام 1985 صدم العالم بخبر اغتيال ديان فوسي في كوخها، واعتقدت السلطات الأمريكية أن صيادي الغوريلات هم الذين قتلوها انتقاما منها، ولكن حتى يومنا هذا تظل القضية مفتوحة أمام المحققين. شاركنا، ما هي القضية التي يمكن أن تسخر حياتك من أجل الدفاع عنها؟